بذكرى اللي دي من قدر تركنا رب الخلق كل خلقه ونزل كتابه يطيب الجود تعال اجلس مجالسنا مجالس الذكر تضرب ذنبي واتعابه للطاوع ابليس ترى ابدا يعذبنا ابعد عن ابليس ابعد عنه واصحابه اللي يصلي ترى يا صاحبي يهنا يا سعد اسعد عيني سجوده وسط محرابه سلامتكم. سمع الله لنا حمده. إنها جميلة ساعات قضيناها إنها جميلة كلمات سمعناها إنها جميلة الحياة مع الله إنها كل العبادات إنها لكن بس الشيخ يعني يقول سيدة يطلع شيء وشو جميل يعطيك إياه يعني كل القصد وشو أنك أن يقدم لك شيء جميل لأن الكلام جميل على الله والجلسة من أجل الله جميلة والصبر من أجل الله جميل ثم تبي تنتقل إلى أجمل لأن هذه الدار الجنة هذه جنة المعرفة هناك جنة الزخرفة وجابا كلهم هذا الزخرفة أبو عمر بس بينهن شيء واحد كرة الشيخ تو اللي يجيبه بعطي جائزة هذا بعطي جائزة جوال كرة الصبر وجزاهم بما صبر فلذلك الآن شوف الآن كريم من يعرفهم أبو عمر ذكر ويسون معنا بحد المجالس يا أخوان كانت حياتهم أفمن زين فمن زين له سوء عمله الآن استقام زين الآن صارت حياته جميلة حتى جماله انطبع على أولاده وعلى زوجه وعلى عمله وعلى 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 حتى شوف دين ودنيا فأسأل الله أن ينفق له إياه. واحد والله يا إخوان بيع حشيش. شوف إي والله يا جماعة راح أصر يوم من الأيام الساعة 11 من 12 بالليل يزوره. أبي أبو عمر الحين قدسه، المهم جاء لأمي جايبه مع كيلو كيلو خير. قال أبو عمر صوريت أبي لا فرط ما بعد، المهم استعناه سحبنا عليه السيفون. الشاهد هذا وقال أنا عند ربتي وهذا الله تعالى والله يا أخوان من بكرة جاء لأمي قال أبو عمر أول ما رحت للبيت والله العظيم بنتي الصغيرة عمرها 6 سنوات كانت يقول ما لجنة اليوم أنت. يقول ما صليت عندهم ما قلت شيء، مجرد رجعت البيت والله يا شيخ قسم بالله بنتي صغيرة عمرها 6 سنوات تقول ما أنت إنها لجنة اليوم. إنها جميلة إذا